بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم أسعار زكر البقرة قبل عيد الأضحى. بس قبل بداية هذا الفيديو، كل أطلب منك أن تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. ولا تنسى أن تكتب لنا تعليقات جميلة عشان تشجعنا في هذه القناة. طبعا الأسعار اللي هقولها لكم دي ما تستغربوش عليها وما تستعجبوش، لأن الأسعار دلوقتي فعلا مولعة نار، لأن الأسعار فوق طبعا. ليه؟ لأن احنا دلوقتي داخلين على عيد الأضحى. طبعا الأسعار تفرق، ساعات تيجي تشتري أي حاجة أو تشتري العجول، لأنها بتفرق. ليه يا جدعان؟ بتفرق عشان ده الوقت داخلين على عيد الأضحى. طبعا برضه حسب اللحم بتاعه، حسب سنه، حسب طوله، حسب عندي كام سنة، كل الكلام ده بيفرق معاه جدا جدا. تمام، برضو حسب تخن، يعني حسب ما فيه لحم ولا ما فيش، كل الكلام ده يا جدعان بيفرق. تمام، ما علينا، المهم ان اقول لكم الاسعار. طبعا الاسعار بتبدأ من حوالي 26 ألف جنيه، بتبدأ من 26 ألف جنيه مع الى 39 ألف جنيه. دي أسعار العجول 2023 قبل عيد الأضحى مباشر. تمام، حبيت أقول لكم هذه الأسعار طبعا عشان في ناس طلبت مني كتير، وأنا الحمد لله نفس. طبعا لو عايزين أي حاجة أو أي معلومة اكتب لي في التعليقات. طبعا محدش يستغرب على الأسعار دي، لأن والله الأسعار دي صح وفعلا، يعني احنا عندنا في محافظة الوادي الجديد هي دي الأسعار اللي ماشيين بيها. تمام، وطبعا زي ما قلت لكم بتفرق بين اللحوم، برضو العجل ده مش كبير جو جو يعني. وبس كده حبيت اقول لكم هذه المعلومة على السريع والبسيط. ولو عجبك الفيديو ما تنساش ان تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وغريب في هذه القناة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.